هيئة الرعاية الصحية أعلنت عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2022-2023. خلينا نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بالشروط من الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية. أهلا وسهلا بك يا دكتورة. اهلا استاذه منى، صباح الخير. استاذ احمد، استاذه منى، صباح الفل، صباح النور على حضرتك. دكتوره، خلينا نبتدي كده في شروط وقواعد القبول في معاهد الرعايه الصحيه. معاهد الرعايه الصحيه الاول هي تابعه لمشروع التامين الصحي الشامل الجديد. طبعا محافظات بورسعيد اللي تم التطبيق فيها، احنا عندنا بورسعيد وعندنا الاسماعيليه وعندنا الاقصر كمرحله اولى وعندنا اسوان وجنوب سيناء والسويس. حاليا دلوقتي احنا عندنا 7 معاهد وبنحط الخطه لضم باقي المعاهد. في الحقيقه هو الشروط اللي اتحطت نظام الدراسه، مده الدراسه 5 سنوات لاول سنه من 30 سنه في الحقيقه، فتح باب لتقديم الذكور، يعني يبقى في ذكور واناث، فصل في كل معهد للاناث وفصل في كل معهد للذكور. الاعداديه بتكون حديثه، في التقرب في نفس هذا العام ما بتكونش مثلا من السنه اللي فاتت او عدى عليها يعني سنوات. طبعا احنا بناخد من اعلى المجاميع او الدرجات، بيتقدم لنا مش عايزه اقول لك من فول مارك. خلينا بقى نشوف مين اللي مسموح له يتقدم للدخول المعهد. ما انا بقول لحضرتك اللي مسموح له، اللي ينطبق عليها الشروط والمواصفات اللي انا بتكلم عنها، ان هو لازم اولا يعرفوا مده الدراسه بعد الاعداديه 5 سنوات، بناخد من اعلى المجاميع، بتكون الاعداديه حديثه في نفس هذا العام. بنقبل ذكور واناث. لازم دكتوره تكون في نفس هذا العام؟ لازم. لازم كمان ان لو هو تقدم مثلا في بورسعيد او في اسماعيليه، شهاده التعليم الاساسي بتكون من نفس المحافظه. نعم، عشان مبدا التوطين طبعا، يعني يبقوا يتكلفوا في نفس المحافظه، يدرسوا في نفس المحافظه. يعني الحاجات دي كلها، وطبعا بيمضوا على يعني بيمضوا على اقرار ان هم ما يتزوجوش اثناء فتره الدراسه، ده مهم جدا. بيعملوا شروط، طبعا بيلتزموا بشروط القبول. شروط القبول اللي هي في بعض الاختبارات بيعملوها، زي اللغه العربيه، زي الانجليزي، زي الحاسب الالي، دي مهمه جدا، بيتعمل كشف هيئه ليهم. دي مهارات يا دكتوره، لو لم يتم التوفيق في انهم يعدوا الامتحان نقدر ان احنا يعني نحسن من مستوانا، لكن شروط القبول ما لهاش علاقه بيها ولا لا اذا لم يوفق؟ لا، كله لازم يكمل بعضه، يعني انا لازم ابقى ناجحه في الاختبارات، ابقى ناجحه في الكشف الهيئه، ابقى الكشف الطبي بتاعي يبقى طبيعي. تمام، كلهم بيكملوا بعض، لو وقعت في حاجه بتاثر في الحقيقه على كل حاجه. تمام، مستهدف ان احنا يبقى عندنا كام طالب وطالبه في المعهد، نقدر نقول لمده كام سنه؟ يعني احنا محتاجين يبقى عندنا قد ايه عدد من الطلاب عشان نقول ان احنا بنغطي العجز اللي موجود؟ بص حضرتك، هو احنا انا يعني بما اني نقيب التمريض فعامله حصر على مستوى الجمهوريه، احنا كان من 4 سنين عندنا 60,000 عجز، والحمد لله قالوا ل 20,000. 60,000 دول في الدفعة الواحدة ولا 60,000 في الخمس سنوات؟ 60,000 على مستوى الجمهورية عجز. نعم، عوضنا منهم 40، فاضل لنا 20 بس، بنظام هيئة رعاية صحية بالستاندرد أو المعيار المحطوط بخدمة صحية بجودة معينة، هنحتاج الضبط. تمام، متوقع إن احنا نسد العجز ده في خلال قد إيه؟ ان شاء الله السنه دي والسنه الجايه باذن الله. يعني المهم مش في ان انا اسد العجز عشان اقول لك ان احنا عندنا اعداد كبيره على الورق، المهم يبقى عندي. لا، احنا عايزين اعداد قادره. عوامل جذب، هقول لك عوامل جذب، يعني مثلا هيئه الرعايه الصحيه دي منظومه متكامله اللي كنا بنحلم بيها. انا هتكلم على التمريض والصحه بوجه عام، دي ثوره حقيقيه في الرعايه الصحيه في مصر، دي اللي كنا بنحلم بيها من زمان. وضع التمريض في الحقيقه فيها جيد جدا، مش هقول لك مقبول، لان اولا هيئه الرعايه الصحيه او التامين الصحي الشامل ركز قوي ان الخدمه تقدم في مكان مناسب، يعني المستشفيات مطوره كبنيه اساسيه وتحتيه وتجهيزات. يعني يكون فيها فريق متكامل جوده وعدد، مش بس عدد، ما يبقاش عندي عدد غير مدرب. في الحقيقه الخدمات المتكامله، الامن، النظافه، الصيانه، لا طبعا لا، مختلفه تماما يعني. فبأمل طيب، ايه اللي ممكن يكون بيفرق لي يا دكتوره ما بين المعاهد الصحيه ومدارس التمريض اللي احنا متعودين عليها وبنسمعها طول عمرنا؟
بصي حضرتك، المعاهد الصحيه فيها 7 شعب اخرى غير التمريض. عندي فني عمل، فني اشعه، فني طب اسنان، تسجيل طبي واحصاء، المراقب الصحي، يعني دول شعب اخرى، وكان فيهم شعب التمريض في الحقيقه. دلوقتي بيدرسوا الاول 3 سنوات في مدارسهم، مدارس التمريض، وبعدين 4 و5 بيصبوا في المعاهد الفنيه الصحيه ال 12 معهد على مستوى الجمهوريه بفروعهم. عشان عندنا فروع برضه. طيب دكتوره، نقدر نقول ان التدريب هيكون في مستشفيات والمستشفيات المختلفه لهيئه الرعايه الصحيه، ولا بيتم كمان التدريب في المستشفيات الخاصه بحيث ان الطلبه تبقى احتكت بمختلف الاماكن؟ عايزه اقول لك ان مستشفيات هيئه الرعايه الصحيه النهارده افضل من المستشفيات الخاصه بكثير. بالعكس، ده هم لما يدرسوا ويتدربوا العملي هم طلبه في مستشفيات هيئه الرعايه الصحيه، لما بيتخرجوا بيحصل ادابتيشن، تاقلم، وبيعرفوا السيستم اللي شغالين فيه. والنهارده زي ما بقول لك منظومه متكامله، مش محتاجه ان انا ده القطاع الخاص دلوقتي. الجامعات الخاصه عايزه تتدرب داخل او كليات التمريض داخل الجامعات الخاصه عايزه تتدرب جوه مستشفيات هيئه الرعايه الصحيه. كل الشكر ليكي الدكتوره كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس اداره الهيئه العامه للرعايه الصحيه. شكرا جزيلا لحضرتك.